سيادة الرئيس في العاصمة الفرنسية باريس اللي في عقدت فيها مباحثات القمة ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي. القمة النهاردة شهدت تباحث حول عدد كبير من الملفات الإقليمية، طبعا كان من ضمنها القضية الفلسطينية، إحياء عملية السلام، وأيضا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وليبيا. الشرق الأوسط احنا بنتكلم عن ليبيا، سوريا، لبنان وكل الدول اللي مصر كمان فاعلة بشكل كبير في السياسة فيها. القمة كمان كان فيها مباحثات حول الوضع الاقتصادي الجديد، وبالمناسبة كده لما نشوف أي قمة دولية بين رئيسان هتلاقي أنه من ضمن المناقشات هي كيفية تخطي الأزمة، حتى أنه العالم نفسه دلوقتي بيتسمى عالم ما بعد الأزمات. المباحثات كانت على صعيد الأمن، الغذاء والطاقة في العالم. النهاردة كمان كان في مباحثات جانبية ما بين الرئيس ونظيره الفرنسي على استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ الكوب 27، القمة القادمة في نوفمبر. أقدر أقول لكم أنه القمة اللي هي بالطبع موجودة على الأجندة الدولية في حماس حقيقي من مصر طبعا ومن الجانب المصري لتنفيذها على أعلى مستوى، وفي ترقب من العالم كله ما ستقدمه مصر في القمة الدولية، قمة المناخ كوب 27. احنا معانا على تليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. مساء الخير على حضرتك. مساء النور لحضرتك. أستاذ أشرف، دايما اللقاءات الرئاسية اللي ما بيبقاش معلن فيها إلا العناوين الرئيسية بيبقى عندنا الفضول الصحفي المعتاد كده أننا نعرف، طب يا ترى ايه الكواليس؟ يا ترى ايه المواضيع ذات الاهتمام المشترك اللي حقيقي ممكن تكون هي السبب الاصيل للقاء او هي المخرج الاهم من هذه اللقاءات؟ بكل تاكيد حضرتك سلامه تماما، والساده المشاهدين يعلموا ان هناك خصوصيه بلغت الاهميه في مسار العلاقات المصريه الفرنسيه، وخاصه ايضا في السبع سنوات الماضيه بعد قول الرئيس عبد الفتاح السيسي مقيد الامور في مصر، فات انفتاح شامل مع الجمهورية الفرنسية في إحداث ضمن التلاقي والتوافق في كثير من العلاقات على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مسار العلاقات الإقليم، وأيضا تحديات الإقليم باعتبار أن فرنسا لاعب جوهري سواء في العالم العربي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وبالتالي الجانب الفرنسي يرى في مصر أن هذا البلد لديه كثير من المقومات ومؤهلات القوة والحضور ويستطيع القيام بأدوار بالغة الأهمية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وهنا كان الرأي الفرنسي منذ اللحظة الأولى على ان يكون هناك تدعيم للشراكه الاستراتيجيه بين البلدين في المجالات السياسيه والاقتصاديه والتنمويه، وهناك بالفعل درجه كبيره من التوافق والتلاقي، وان البلدان يقفان على مسافه واحده من حيث التفاهم فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائيه واحداث نوع من النموذج الامثل في منطقه الشرق الاوسط لعلاقات فرنسا مع بلد عربي كبير مثل مصر. وبالتالي الزيارة تمت تتويجا لرحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوروبا التي بدأها بألمانيا ثم صربيا، ثم تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا اليوم، والرئيس لبى الدعوة نظرا لكثير من القضايا التي تهم الجانب الفرنسي والجانب المصري في ضرورة أن يكون هناك درجة كبيرة من جملة من التشاور والتنسيق وتعميق العلاقات على أكثر من صعيد سواء على المستوى الثنائي، خاصة أن هناك تفاهمات مشتركة بلغت الأهمية بين البلدين وهناك درجه من الانفتاح في العلاقات الثنائيه، بالاضافه لان هناك قضايا ملحه في الاقليم تعلمين تماما ان قضيه الطاقه والغذاء. ما هو انا قبل الملف الاقليمي فعلا انا عاوزه اسال حضرتك عن ده، انه اوروبا والعالم كله بيعاني قدر نقدر نسميه من الفوضى، من التداعيات الحاده جدا للازمات الاقتصاديه ما بعد ازمه او حرب روسيا واوكرانيا. هل في خصوصية لدور مصر في مواجهة هذه التحديات؟ هل في خصوصية لمصر أو فرص حقيقية لمصر في تعاون أثناء هذه الحالة من الارتباك اللي حادث في أوروبا؟ يمكن نكون هنا احنا بنعاني من آثار اقتصادية، لكن على الأقل في استقرار واضح. وكل تأكيد هناك رهان أوروبي ودولي فيما يتعلق بمسألة الطاقة، تعلمين تماما أن توقيع الاتفاق بين مصر والاتحاد الاوروبي في الاسابيع الثلاثه الماضيه في القاهره، وايضا تاكيد اوروبا ان تكون هناك بالفعل درجه كبيره من توفير ما يكفي في المرحله القادمه لسد العجز في الطاقه والغاز الروسيه بعد الحرب الاوكرانيه،
التعويض على الجانب المصري باعتبار ان مصر الان مركز لوجستي لاساله وتصدير الغاز لاوروبا في المرحله القادمه، وهذا الاتفاق فتح شهيه الاوروبيين للبحث عن توقيع اتفاقيات في المرحله القادمه في مصر مع مصر، خاصه ان المانيا كانت تراهن ونجحت بالفعل وجدت ذلك في المؤتمر الصحفي والمباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الالماني شولتز. ثم فرنسا ايضا لديها درجه كبيره تريد ان تحصل على حصه من الغاز المصري في المرحله القادمه بعد دخول فصل الشتاء، وبالتالي لديها رهان كبير على الدور المصري باعتبار انها اصبحت مركز لوجستي للطاقه الاقليميه وتتمتع بكثير من مقومات القوه فيما يتعلق بتصدير الغاز في المرحله القادمه، لان لدى الاوروبيين الان يرفعون شعار لا يمكن باي حال من الاحوال ان نعيش اسرى للغاز وايضا للطاقه الروسيه في المرحله القادمه، وان هناك درجه كبيره من التباعد والخلل في العلاقات الاوروبيه الروسيه، ومن هنا ان هناك اعتماد كبير على الدور المصري في توفير حصه لا باس بها في مجال الغاز باعتبار ان هناك بالفعل محطتان كبيرتان في مصر يدخلوا في دمياط لتصدير اساله الغاز ثم تصديره عبر الانابيب الخط البحري من القاهره قبرص اليونان وصولا لاوروبا في المرحله القادمه، بالاضافه لازمه الغذاء وان هناك رغبه للتعاون الفرنسي المصري في ضروره ان يكون هناك بالفعل فتح الابواب امام اي نوع من الحراك السياسي والدبلوماسي لحل الازمه الاوكرانيه الروسيه، والتعاون على ضروره ان يكون هناك توفير مخصصات الحبوب والأقماح في المرحلة القادمة باعتبار أن هناك تطابق مصري فرنسي في هذا الشأن. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. والحقيقة أنه الجولة الأوروبية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت هام، توقيت زي ما كنا حالا بنقول في أوروبا في أزمة حقيقية، وإحنا مش بنقول ده بدافع أننا نلطف على أنفسنا أننا كمان بنعاني من أزمة اقتصادية حقيقية يعاني منها العالم كله، لكن أنك تشوف مشاهد الارتباك الشديد، القلق الشديد على غذائنا بكرة، القلق الشديد على مصادر الطاقة، القلق الشديد بيقول لك إنه ما كنا نعتقد أنه قمة التقدم وقمة الاستقرار وقمة النظم السياسية العالمية مرتبكة تماما. فده ممكن كمان مش يساعدنا في قراءة وضعنا الداخلي، لكن كمان ممكن يكون لنا فيه فرصة لإعادة تصدير صورة مصر ووضع مصر في الخريطة العالمية أو السياسة الدولية.